صباح الخير عليك طبعا زميلي العزيز كريم، وكل التحيه لزميلتي العزيزه نهاوند، واكيد طبعا بوجه التحيه الكبيره للكابتن الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. اهلا كريم، احنا مستنيين تعرفنا بقى على كل التفاصيل والاجواء عندك عامله ازاي. الحقيقه طبعا يعني كل التمنيات والتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في هذه المباراه المرتقبه والمنتظره واللي عليها يمكن تركيز كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي. اكيد طبعا حابين نطمن كل الجماهير على حاله اللاعبين، الرحله، مدى الرحله وصعوبتها. يمكن عايز اقول في البدايه طبعا يعني رغم وجود طائره خاصه بقرار اكثر من رائع لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اللي بيحاول بشكل كبير جدا يوفر كل المناخ الطيب لفريق النادي الاهلي، يكون فقط تركيزهم في 90 دقيقه في كل المباريات. صعوبه الامر طبعا يمكن لو كان الامر ما فيهوش طائره خاصه كان الرحله ممكن تستغرق من 16 ل 17 ساعه، لكن لو بتكلم على الرحله اللي بدات طبعا من القاهره في تمام التاسعه مساء وجهنا الى اسوان ساعه مباشره ترانزيت لتزويد الطائره بالوقود، ثم 7 ساعات اخرى للتوجه الى بريتوريا. وصلنا الحمد لله بسلامه الله مباشره، اجراءات احترازيه مشدده ومكثفه جدا الحقيقه هنا في جنوب افريقيا. يعني المعلومات اللي هنا طبعا عارفين طبعا جائحه كورونا منتشره في العالم كله، لكن هنا كمان يمكن في صعوبه شويه في الامر، اللي يمكن الكورونا الخاصه بالهند والكورونا الخطر جدا طبعا والنوع الجديد الخطر من كوفيد 19 يعني واصل هنا شويه، لان يمكن بعض الهنود اللي كانت متواجده في الهند واثرت عليهم تواجدوا في جنوب افريقيا وفي تنزانيا وفي عدد من البلاد الافريقيه. فالحقيقه من تواجدنا في المطار اجراءات احترازيه مشدده جدا، بجانب كمان الامر المهم اللي على طول النادي الاهلي بيكون بيصطحب معاه احد العمال اللي بيكون على طول متواجد في غرف اللاعبين، التعقيم اللي مستمر بيتواجد في التدريبات. فيا رب ان شاء الله يسلم لعيبه النادي الاهلي ويحفظهم على مدار الايام من خلال التدريبات وقبل المسحه اللي ان شاء الله باذن الله بتتمنى تكون المسحه سلبيه للبعثه بالكامل والجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي. حاله اللاعبين الحمد لله مطمئنه، ويمكن هتكلم على نقطه مهمه جدا، واكيد الكابتن عادل عبد الرحمن بخبرته الكبيره واحد نجوم النادي الاهلي عارف هذا الامر، تركيز كبير جدا يا كابتن عادل زميلتي نهاوند زميلي كبير كريم. احنا شفنا في الطائره كل لعيب متواجد امامه اللابتوب بيتفرج على المباراه الاخيره مباراه الاهلي وصن داونز، بعض اللقطات اللي يمكن على طول بيتسو موسيماني بعد كل مباراه مع موسيمو خط ايضا كمان محلل الاداء ويوشا ايضا كمان محلل الاداء اللي بيشتغلوا على المباريات، كل اللعيبه مركزه، كل اللعيبه بتحاول ان هي تشوف النقاط القوه والضعف والثغرات والاخطاء اللي وقعوا فيها في المباراه الاخيره. نتيجه كانت مطمئنه وطيبه جدا 2-0، لكن المباراه هنا هتكون شرسه وقويه جدا كعاده فريق سان داونز على ارضه، لكن بالجديه والعزيمه وروح الفانيله الحمراء وشخصيه النادي الاهلي اللي بتحسم اي مباراه ان شاء الله باذن الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. احنا متواجدين في فندق الاقامه، لكن خلاص على طول مباشره لعيبه النادي الاهلي بتستعد، لان في خلال ساعه هيكون توجه مباشره الى الملعب التدريب الاول لفريق النادي الاهلي. تدريب النهارده هيكون في تمام 3 عصرا وهو موعد المباراه. النقطه كمان اللي مهمه جدا طبعا اللي عايز اطمن كل جمهور النادي الاهلي عليها، الحراره والجو والرطوبه اللي احنا كنا معتادين عليها في افريقيا. الحقيقه الجو رائع ومميز جدا، يعني احنا وصلنا الساعه 6:30 صباحا او 7:45 صباحا كان درجه الحراره في جنوب افريقيا 7، فده امر يعني كنا بنامل ان هو يكون على طول مستمر كمان، وصباحا الجو فيه بروده شويه، يمكن احنا لابسين لبس شتوي شويه طبعا، يعني اكيد طبعا مع الفرق الكبير بين مصر وهنا، يمكن مصر درجه حراره عاليه جدا لكن هنا الامر فيه بروده، لكن ده جو كوره بشكل كبير جدا. ان شاء الله ما يبقاش فيه يوم المباراه كمان ما يبقاش فيه اي معوقات تعوق فريق النادي الاهلي او رطوبه او الطقس يكون متقلب، بنتمنى كل المناخ وكل الظروف تكون معانا ان شاء الله. نقطتين كمان حابب اطمن بيهم كل جمهور النادي الاهلي من خلالكم، عوده اكثر من لاعب وعلى راسهم علي معلول وحمدي فتحي، قيمه كبيره جدا علي معلول الحقيقه اللي كنا بنتمنى يكون متواجد مع لاعبي النادي الاهلي خلال الايام الماضيه سواء في بطوله الدوري العام وفي البطوله الافريقيه، بنقول له الحمد لله على السلامه يا علي، ان شاء الله باذن الله على مدار الايام القادمه سواء يكون متواجد في مباراه سان داونز حتى على دكه البدلاء وتجهيزه ان شاء الله يكون اقوى واكبر للشق الثاني بقى وبعد هذه المباراه وهي مباراه السوبر الافريقي. حمدي فتحي كمان بنقول له الحمد لله على السلامه يا حمدي، غيابه كان مطول شويه لكن الحمد لله ما بنلاقي لعيبه راجعنا مع العدد الكبير اللي كان في اصابات خلال الايام الماضيه، بنطمن شويه وبتكون رساله مطمئنه الحقيقه لكل جمهور النادي الاهلي. فقدنا عدد كبير من اللعيبه لكن الحمد لله تدريجيا بينضم لنا اللاعبين الحمد لله كلهم بيكونوا متواجدين في التدريبات بشكل تدريجي، متولي سعد سمير متواجد، اكرم توفيق متواجد، فيا رب ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون في قمه تركيزهم في جاهزيه كبيره جدا ان شاء الله باذن الله. و90 دقيقه حسمناها في القاهره، يتبقانا ان شاء الله 90 دقيقه باذن الله بروح الفانيله الحمراء تنتهي ويحصد النادي الاهلي هذه المباراه وينطلق الى الادوار القادمه. الجو مطمئن، الامور مطمئنه حتى هذه اللحظه، بنتمنى بس ان شاء الله الايام القادمه ربنا يحافظ على لعيبه النادي الاهلي من الاصابات، وان شاء الله باذن الله لاعبي النادي الاهلي تتاهل من هنا من سان داونز ويكسب سان داونز زي في هذه المباراه.
طيب كريم، طبعا تغطية أكثر من رائعة، وأنا عايز أروح معاك لنقطة محددة علشان بس نأكد مرة تانية، لأن سيادة سفير أحمد الفضلي سفير مصر لدى جنوب أفريقيا يمكن هو كان ليه تصريح برضو زي ما أنت قلت كده، كان بيأكد فكرة هناك أن الأجواء مناسبة جدا وكمان درجة الحرارة أكثر من رائعة، يعني دي حاجة مطمئنة جدا. وفكرة كمان إحنا بنتكلم إن إحنا ما عندناش جمهور، فدي برضو نقطة أعتقد في غاية الأهمية. فخليني برضو أروح معاك ليه بقى هنا فكرة، يعني أو ننتقل للصحافة والتصريحات المختلفة اللي يعني بنسمعها، لأن ربما دي لحد ما تكون مؤثرة على اللعيبة. هل فعلا بيكون في اطلاع من قبل باتسو موسيماني أو أعضاء يعني الفريق عندنا على أي شيء بيكتب في الصحافة هناك، أو أي تصريح بيصدر مثلا من أي حد في الجهاز الفني؟ لأن زي ما أنا قلت لك كان في تصريح عقب يعني مباراة الذهاب هنا في مصر، كانت أعتقد كلها يعني فيها لهجة كده مش حلوة عن الأهلي وعن اللعيبة. هل ده بيتم برضو لحد دلوقتي في الصحافة في جنوب أفريقيا؟ خلينا نعرف منك ماذا يكتب عن يعني مباراة الإياب اللي هي هتكون يوم السبت. أكيد نقطتين مهمين جدا طبعا زميلتي الهواندا، وعايز أرجع معاك للنقطة الثانية وهي نقطة الصحافة ومدى تركيز اللعيبة، وهل اللعيبة بتلتفت لهذا الأمر، الجهاز الفني بيلتفت لهذا الأمر، وتحديدا بيتسو موسيماني. يمكن لو بيتسو موسيماني هنتكلم عليه تحديدا، يمكن الراجل هنا بقى خبرة طويلة وكبيرة جدا هنا في جنوب أفريقيا وتحديدا في سان داونز، الإعلام هنا يمكن طبعا أكيد بيتكلم بشكل كبير، والتصريحات كلها بتنعكس على الفريق سان داونز وليس النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي هدفه هي البطولة، فأكيد في تصريحات بتكون بتخرج من هنا. وبنسمع كمان من هنا، يمكن الطبيعي ان احنا كمان هنا ما بنكون متواجدين في افريقيا بنقابل جمهور وبنقابل عدد من الناس، بتكون في بعض الاشارات المعتاده طبعا على لاعبي النادي الاهلي، لكن الامر ده ما شفناهوش. التصريحات كلها بتنصب على فريق سان داونز، لان هو يمكن يعني هزيمته 2-0، المدير الفني والجهاز الفني بيحاول ان هو يحفز لعيبته بشكل كبير، يقلل شويه من النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي قيمه كبيره جدا، والنادي الاهلي يعني احنا عارفين الفتره اللي فاتت جمهور النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي حصلت على البطوله 9 مباشره، اليوم الثاني 10 اهلي، هم دول جمهور النادي الاهلي. لكن عايز اكد لك يا زميلتي الهواند ان مفيش اي تصريحات سواء لعيبه النادي الاهلي بتكون ان هي بتبص عليها او بتسمعها او بيبقى ليها تاثير عليها، لان هدفنا واحد، هدفنا هي البطوله الافريقيه، مهما كان المنافس ومهما كانت التصريحات ومهما كانت الظروف، المناخ، الرطوبه، كل الامور دي لعيبتنا متعوده عليها. لكن احنا بنقول الواقع، ما بنقول الجو كويس، ده امر بيكون مهم جدا، لان احنا على طول بنكون متواجدين في مع الفريق في افريقيا في البطولات بشكل عام، وايضا كمان في المباريات الصعبه، لكن لما بنشوف جو زي كده بيدينا طمانينه شويه، ما بيرجع لنا عدد من اللاعبين بيدينا طمأنينة شوية. وجود الكابتن محمود الخطيب كرئيس البعثة ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رسالة مطمئنة ودعم ومساندة كبيرة جدا. فكل الظروف دي على ما أعتقد لعيبة النادي الأهلي واعية ليها بشكل كبير جدا. عندنا هدف وحيد إن شاء الله بإذن الله، إن إحنا 90 دقيقة دي بيبقى عندنا الأسبقية، زي ما جاش فينا أهداف في المباراة الأولى نقدر نستمر على كده. الشناوي وتألقه الكبير رامي ربيعة وتألقه الكبير كل اللعيبة، يا رب إن شاء الله يكون على قدر المسؤولية كعادتهم ويكونوا في الميعاد، وإن شاء الله بإذن الله عقب 90 دقيقة اللي هكون يوم السبت إن شاء الله بإذن الله يتأهل النادي الأهلي، وبإذن الله تكون البطولة 10 من نصيب النادي الأهلي. إن شاء الله يا كريم، نشكرك جدا، دايما تغطيتك بحقيقة بتكون أكثر من رائعة، وبالتوفيق بإذن الله، وزي ما هنفضل نقول كده ومتوقعين إن شاء الله يعني ترجعوا يعني والفوز حليفكم.